خطبة له عليه السلام المعروفة بالديباج، وفيها وصايا شتى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر الخلق وفالق الإصباح ومنشر الموتى وباعث من في القبور، قد علم السرائر وخبر الضمائر، له الإحاطة بكل شيء والغلبة لكل شيء والقدرة على كل شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم أمين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذير نقمته. أما بعد، عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، واعلموا أن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وآله وما جاء به من عند الله، والجهاد في سبيله، فإنه ذروة الإسلام وكلمة الإخلاص، فإنها الفطرة، وإقام الصلاة فإنها الملة، وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة، وصوم شهر رمضان فإنه جنة حصينة من العقاب، وحج البيت واعتماره فإنهما ميقات للدين، وينفيان الفقر، ويدحضان الذنب، ويوجبان الجنة، وصلة الرحم فإنها مثراة في المال، ومنسأة في الأجل، وتكثير في العدد، ومحبة في الأهل، وصدقة السر فإنها تكفر الخطيئة، وتطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، وصدقة العلانية فإنها تدفع ميتة السوء، وصنائع المعروف فإنها تقي مصارع الهوان. ألا فاصدقوا فإن الله مع من صدق، وأفيضوا في ذكر الله جل ذكره فإنه أحسن الذكر، وأمان من النفاق، وبراءة من النار، وتذكرة لصاحبه عند كل خير يقسمه الله جل وعز، وله دوي تحت العرش. وارغبوا فيما وعد الله المتقين، فإن وعده أصدق الوعد، وكل ما وعد به فهو آت كما وعد. واقتدوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أفضل الهدى، واستنوا بسنته فإنها أهدى السنان، وتعلموا القرآن كتاب الله تبارك وتعالى فإنه أحسن الحديث وأبلغ الموعظة، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء لما في الصدور.
وأحسنوا تلاوته، فإنه أنفع القصاص. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واتبعوا النور الذي لا يطفى، والوجه الذي لا يبلى، واستسلموا لأمره، فإنكم لن تضلوا مع التسليم. وإذا هديتم لعلمه فاعملوا بما علمتم منه لعلكم تفلحون. فإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل قد رأيت أن الحجة عليه أعظم، وهو عند الله تعالى ألوم، والحسرة ألزم على هذا العالم المنسلخ من علمه منها، على هذا الجاهل المتحير في جهله. وكلاهما حائر بائر، مضل مفتون مثبور، متبر ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون. فالله الله أيها الناس فيما استحفظكم من كتابه، واستودعكم من حقوقه. فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا، ولم يترككم سدى، ولم يدعكم في جهالة ولا عمى. قد سمى آثاركم، وعلم أعمالكم، وكتب آجالكم، وأنزل عليكم الكتاب تبيانا، وعمر فيكم نبيه أزمانا، حتى أكمل له ولكم فيما أنزل من كتابه دينه الذي رضي لنفسه، وأنهى إليكم على لسانه محابه من الأعمال ومكارهه ونواهيه وأوامره، فألقى إليكم المعذرة واتخذ عليكم الحجة، وقدم إليكم بالوعيد، وأنذركم بين يدي عذاب شديد. فاستدركوا بقية أيامكم، واصبروا لها أنفسكم، فإنها قليل في كثير الأيام التي تكون منكم فيها الغفلة. والتشاغل عن الموعظة عباد الله، لا ترتابوا فتشكوا، ولا تشكوا فتكفروا، ولا تكفروا فتندموا، ولا ترخصوا لأنفسكم فتذهب بكم الرخص مذاهب الظلمة فتهلكوا، ولا تداهنوا في الحق إذا ورد عليكم وعرفتموه فيهجم بكم الإدهان على المعصية فتخسروا خسرانا مبينا. وإن من الحق أن تتفقهوا، ومن الفقه ألا تغتروا. عباد الله، إن من الحزم أن تتقوا الله، وإن من العصمة ألا تغتروا بالله. عباد الله، إن أنصح الناس لنفسه أطوعهم لربه، وإن غشهم لنفسه أعصاهم لربه. عباد الله، إن من يطع الله يأمن ويستبشر، ومن يعصه يخب ويندم ولا يسلم. عباد الله، سلوا الله اليقين
فإن اليقين رأس الدين، وارغبوا إليه في العافية، فإن أعظم النعمة العافية، فاغتنموها للدنيا والآخرة، وارغبوا إليه في التوفيق، فإنه أس وثيق. واعلموا عباد الله أن خير ما لزم القلب اليقين، وأحسن اليقين التقى، وأفضل أمور الحق الحسنى، وأفضل أمور الحسنى عزائمها، وشرها محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدث مبتدع، وكل بدعة ضلالة، ومن ابتدع فقد ضيع، وما أحدث محدث بدعة إلا ترك بها سنة، وبالبدع تهدم السنن. أيها الناس، إياكم والكذب، فإن كل راج طالب، وكل خائف هارب، والمغبون من غبن نفسه، والمغبوط من سلم له دينه وحسن يقينه، وأنفدى عمره في طاعة ربه، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من انخدع لهواه وغروره. واعلموا عباد الله أن يسير الرياء شرك، وأن إخلاص العمل اليقين، والهوى يقود إلى النار، وإياكم ومجالسة أهل الهوى، فإنها منسأة للإيمان، ومحضرة للشيطان، وتدعو إلى كل غي، والنسيء زيادة في الكفر، وأعمال العصاة تدعو إلى غضب الرحمن، وسخط الرحمن يدعو إلى النار، ومحادثة النساء تدعو إلى البلاء، وتزيغ القلوب، والرمق لهن يخطف نور أبصار القلوب، ولمح العيون إليهن مصائد الشيطان، ومجالسة السلطان تهيج النيران. ألا عباد الله، اصدقوا، فإن الله مع الصادقين. جانب الكذب فإنه مجانب للإيمان، والصادق على شفا منجاة وكرامة، والكاذب على شرف مهوات ومهانة. ألا وقولوا الحق تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها، وصلوا الأرحام ولو قطعوكم، وعودوا بالفضل على من حرمكم، وإذا عاهدتم فأوفوا، وإذا حكمتم فاعدلوا، وإذا ظلمتم فاصبروا، وإذا أسيء إليكم فاعفوا واصفحوا، كما تحبون أن يعفى عنكم. ولا تفاخروا بالآباء، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ألا ولا تمازحوا، ولا تماروا، ولا تغاضبوا، ولا تباذخوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، ولا تحاسدوا، فإن الحسد يأكل الإيمان،
كما تأكل النار الحطب، ولا تباغضوا فإنها الحالقة. أفشوا السلام في العالم وردوا التحية على أهلها بأحسن منها، وارحموا الأرملة واليتيم والضعيف والمسكين والمظلوم، وأعينوا الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والمكاتب، وانصروا المظلوم واعطوا المفروض، وجاهدوا في سبيل الله واقروا الضيف، وأحسنوا إلى الجار، وعودوا المرضى، وشيعوا الجنائز، وكونوا عباد الله إخوانا، وأحسنوا الوضوء، وحافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها، فإنها من الله جل وعز بمكان، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الأمل يسهي العقل وينسي الذكر ويكذب الوعد ويحث على الغفلة ويورث الحسرة، فأكذبوا الأمل ولا تثقوا به، فإنه غرور وصاحبه مغرور. أيها الناس، من عرف من أخيه مروءة ووثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الناس، ألا لا يردن يقينكم شكا، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام على طريق الشنآن، وباطل ذلك يبور، والله سميع وشهيد. أما وإنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا، فجمع بين أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه، ثم قال: الباطل أن تقول سمعت بأذني، والحق أن تقول رأيت بعيني. وليست الروية كالمعاينة مع الأبصار، فقد تكذب العيون أهلها، ولا يغش العقل من استنصحه. ثم قال: يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه، فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. فإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواء؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه
ما هو أعظم من الذنب الذي عابه به؟ وكيف يذمه بذنبين قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. وأيم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير، لجرأته على عيب الناس أكبر. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم.